إذن كانت هذه مجموعة متنوعة من الأخبار التي تناولت ردود الفعل الرسمية والشعبية على حادث الحريق بالكنيسة. وإلى موضوع آخر، حيث واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على كافة أدوات وإمكانيات وزارتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إدارتها لتعظيم نتائج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب إدارتها بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم في نجاح التخطيط ليصبح واقعا ملموسا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2022 قرر يعين كل من السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد اللواء هشام عبد الغني أمنة وزيرا للتنمية المحلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. توفيق. السيد الدكتور رضا السيد حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدتي وسلامة أراضيه. السيد اللواء محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة سهى سمير ناشد وزير دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني وزيرا للثقافة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور هاني عاطف سويلم وزيرا للموارد المائية والري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أنعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس محمود مصطفى كمال وزيرا لقطاع الأعمال العام. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس أحمد سمير صالح وزيرا للتجارة والصناعة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد حسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية. وقد شدد السيد الرئيس على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. نناقش مع حضراتكم في الدقائق القادمة هذا التعديل والتغيير الوزاري وفكرة هذا التعديل ومغزاه وتوقيته وأيضا المأمول من الوزراء الجدد في مناصبهم مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ منصور كامل الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بجريدة الأخبار. أهلا بحضرتك أستاذ منصور. أهلا وسهلا. شرفتنا. أبدأ مع حضرتك بتوقيت هذا الاختيار، توقيت اختيار وزراء جدد للحكومة المصرية بعد الفترة الماضية وبعد أحداث كبيرة مهمة مرت بها مصر زي جائحة كورونا وتداعيات اقتصادية كبيرة للعمليات الروسية في أوكرانيا، وأن يكون التعديل في هذا التوقيت، رأي حضرتك؟ طبعا هو التعديل يمكن شفنا حتى في اليوم الأول للتعديل عقب إرسال الأسماء من قبل السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب في أنه استجابة لبعض المطالب الخاصة بالتغيير ويعني حتى يكون هناك فاعلية في الأداء سواء على الملفات الداخلية أو الملفات الخارجية. لا ننسى أيضا أن هناك بعض الحقائب الوزارية كانت يعني شاغرة، خاصة وزارة مهمة زي وزارة الصحة اللي كان بيتولى الإشراف عليها وزير التعليم العالي، وأيضا كان بعض الملفات التي كانت تحتاج إلى حسم، وبالتالي مسألة حسم التعديل الوزاري كان ضروري ومهم في هذا التوقيت. وربما طبعا احنا عارفين ان دايما التعديل الوزاري ما بيتمش بين يوم وليله، ويسبقه نوع من المشاورات واختيار الاسماء والتدقيق فيها، وكل وزاره ما بيكونش هناك يعني شخص واحد مرشح ليها، لكن احيانا بيتم الاختيار المفضله بين اكثر من شخص عقب مقابلات وترشيحات بيجريها السيد رئيس الوزراء وبعد كده بيعرض على رئيس الجمهوريه. حضرتك اشرت الى الظروف اللي بيمر بها العالم ومنعكسه بتلقائيا على مصر، طبعا هناك يعني استجابه كبيره جدا لهذا الموضوع، خاصة أن الحكومة حتى في اجتماعاتها الأخيرة رأينا أنها بتخصص جزء كبير جدا من الاجتماعات للحديث عن تداعيات وأثار الأزمات العالمية التي مرت بها مصر، وخاصة تأثيرها الاقتصادي سواء فيما يتعلق بأزمة كورونا أو الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية. وطبعا احنا متابعين قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع الفايدة وما يتبعها من قرارات في رفع الفايدة في مصر وتأثير ده، وموضوع التضخم والأسعار والسيطرة عليها وجهود الحكومة لمحاولة التخفيف من أعباء ارتفاع الأسعار على المواطن المصري، كل هذه الملفات بتلقي بظلالها على فكرة أن يكون هناك يعني دفع بدماء جديدة في بعض الملفات أو استبدال بعض الوزراء اللي هم يعني من الواضح أنهم يعني يكون قد أدوا ما عليهم، واستبدالهم بأسماء أخرى قد تكون يعني لاستكمال المسيرة أو طرح أفكار جديدة في هذه الملفات المهمة سواء الملفات الخدمية أو الملفات الاقتصادية. وزي ما احنا شفنا التعديل يعني هو ما كانش منصب على ملف واحد، لا شفنا في تعديل في المجموعة الاقتصادية زي ما شفنا في وزارة التجارة والصناعة، شفنا في الملفات الخدمية من الصحة وغيرها، شفنا أيضا في بعض الوزارات المعنية بالسياحة والآثار أو بالملفات الخدمية الأخرى زي التربية والتعليم، وده واحد من الملفات المهمة جدا ويمكن أكثر الملفات اللي لاقت يعني تفاعل من الشعب المصري عقب تعديل الوزير. هذا يقودنا إلى سؤال، لأنه حضرتك تعلم جيدا أنه أي وزير في أي حكومة وليس فقط في مصر هذا منصب يعني القرار فيه يؤثر على ملايين، ودولة كبيرة بحجم مصر ويعني أمور كثيرة تجعل أن أي وزير في أي قرار لابد أن يكون الحركة والتعامل بنوع من أنواع الحنكة والهدوء، وزي ما بيقولوا تعديلات يعني أن تكون أمور أحيانا طفيفة لكنها تؤثر كثيرا على حياة عموم المصريين، بنتكلم على 100 مليون مواطن مصري. هذا يقودنا للسؤال، طيب ماذا يفعل الوزير الجديد؟
يعني إذا أخذنا في على سبيل المثال أي وزارة من الوزارات التي حدث بها تعديل، هناك شخص جديد ذهب إلى مكتب الوزير وبدأ في ممارسة عمل، لكنه سيجد أمامه تركة كبيرة من المصالح، الأمور القديمة التي لا يمكن المساس بها، الأمور التي تم إقرارها في أوقات سابقة، الأمور التي يجب أن يكون التعامل فيها بحنكة شديدة جدا. هذا أمر ربما على الشخص العادي أن يتصوره أمر صعب، أمر صعب للغاية. ماذا يفعل الوزراء الجدد في هذا التوقيت؟ وإلى أي مدى أيديهم مطلقة ربما في تغيير أساليب وطرق إدارة داخل الوزارة؟ خلينا نتفق في الأول أنه الدولة لها خطة واستراتيجية بتنفذها في كافة الملفات، نعم. سواء في ملف التعليم، في ملف الصحة، في ملف الإسكان، في ملف النقل، في ملف التجارة والصناعة وغيره. فطبعا كل هذه الملفات هناك استراتيجية بتنفذها الدولة وخطة بتنفذها الدولة، سواء على المدى القصير السنوات القليلة القادمة أو على المدى الطويل. ومصر حتى أعلنت عن رؤيتها ل2030، والحكومة كانت يعني تقدمت بها أكثر مرة في البرلمان. فبالتالي أنه أي وزير بيجي مفترض أنه بيشوف ما تم إنجازه في الملفات الأساسية وما تم التأخير فيه وأسباب التأخير، ولابد أن يكون في عملية تسليم وتسلم ما بين الوزير القديم والوزير الجديد. وأعتقد أنه ده عرف لابد أن يسود مش بس في الوزراء، في المحافظين، في الوزراء، في كافة المصالح الحكومية، أن الوزير لا يبدأ من الصفر ولكنه يبدأ من حيث انتهى السالف سابقه، بمعنى أنه يشوف نسب الإنجاز اللي تحققت في المشروعات. لو في مشروعات قومية بيتم العمل عليها، هل تم الانتهاء منها ولا لا؟ مثلا لو خدنا على سبيل المثال وزارة التجارة والصناعة، دي واحدة من أهم الوزارات الموجودة في المجموعة الاقتصادية، وحصل فيها تغيير في شخص الوزير بإسنادها إلى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. هذه الوزارة معنية بموضوع الترخيص الأراضي الصناعية وكيفية منحها للمستثمرين، موضوع تشغيل المصانع، المناطق الصناعية، وبالطبع كان في جهود تمت في هذه الملفات. هل الوزير هيجي يبدأ من الصفر؟ لا، المفترض أنه بيشوف الوزير السابقة أو الوزيرة السابقة ماذا أنجزت وماذا كان يوجد من عوائق، وممكن يكون هو لديه فكرة أسرع. لكن الخطوط الرئيسية لابد أن تستمر. استراتيجية التعليم اللي كانت الدولة أعلنت عنها في ملف التعليم، هل هذه الاستراتيجية ستنتهي مثلا برحيل الوزير السابق طارق شوقي؟ أعتقد أن الوزير الجديد سوف يبدأ من حيث انتهى الوزير السابق له، ولكن ممكن يشوف هناك بعض السلبيات ممكن يتم علاجها، بعض الأشياء اللي هي كانت مثلا سلبية، استماع إلى رأي مختلف، مناقشة تصورات أخرى، لكن الإطار العام لابد أن يستمر. وأعتقد أنه أي دولة بتبني ولديها خطط طويلة المدى، نعم، لابد أنها تكمل المسير. طيب خلينا ناخد بما أن حضرتك ذكرت مثال التربية والتعليم، وهي وزارة مهمة لأن القرار فيها يؤثر على عدد كبير جدا من المصريين لديها أسر كاملة ولديها أولاد في مراحل التعليم المختلفة. المنطلقات الأساسية أو الاستراتيجية العامة للتعليم هي واحدة بغض النظر عن الشخوص اللي بيديروا هذه المنظومة، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم. إلى أي مدى يكون الوزير الجديد ومثال وزير التربية والتعليم لديه هذه القدرة، أو ليس لديه هذه القدرة، على عمل شيء أو تنفيذ شيء مختلف يجعل الأسرة تشعر أن هناك تغيير؟ ما أقصده هو هل، لأنه البعض حاول يعني يقول هذا مجرد تغيير في الأسماء لن نشهد تعديل، من هذا المنطق أن الاستراتيجيات واحدة وفقط هناك من يدير هذه الاستراتيجيات فلن نشهد تغيير. هذه الصورة يمكن يعني يمكن أخذها على 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 هذا الوضع، ولا ممكن فعلا نشهد تغييرات تمس المواطن بشكل مباشر ويشعر بالفعل أن لا، في وزارة مثلا التربية والتعليم تغير الوزير أدى إلى تغير في حياتي لأن أنا عندي أولاد في التعليم؟ تمام، خلينا نقول انه الهدف اللي كان بيستمر في هذه الوزاره او المعلن في وزاره التربيه والتعليم من قبل الوزير السابق الدكتور طارق شوقي هو هدف يعني نبيل، تطوير منظومه التعليم، تطوير المناهج، نظام بنك المعرفه، تطوير الامتحانات، انك تخلي الطالب يقوم على الفهم اكثر منه من على الاستيعاب، ده كله اهداف سليمه، ولكن قد تكون هناك بعض التفاصيل في هذا المشروع قد تحتاج الى مراجعه. واعتقد انه الوزير الجديد اللي هو الدكتور رضا حجازي هو من نفس المنظومه، فبالتالي هو ادرى واحد ممكن يكون بسلبياتها وبايجابياتها. المطلوب ان هو يستمر على ما تحقق من انجازات والايجابيات ويعالج بعض السلبيات. يعني هناك مثلا لكن كونه كان احد كبار مساعدي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني السابق، هذا ربما حتى جعل البعض يتوقع طيب ماذا سيكون الجديد. يعني هو كان مشارك
في المنظومة إن كانت إن كان ليها مأخذ أو رأي فيها يعني. خلينا نقول إنه رضا حجازي أو الدكتور حجازي محافظ الألقاب هو واحد من الناس الموجودين في الوزارة دي من سنوات طويلة جدا، نعم. وهو أدرى ربما يكون بمشاكلها الأساسية التي ربما لا يعرفها الدكتور طارق الشوقي، خاصة إنه التعليم في مصر مش بس تطوير بنك معرفة وتطوير نظام امتحانات وتابلت وغيره، لا، في موضوع خاص بالبنية الأساسية والتحتية. يعني أنت لما تيجي تطبق نظام التابلت، هل شفت مثلا شبكة الإنترنت في القرى؟ هل شفت كثافة الفصول في القرى؟ هل طورت المدارس؟ يعني المفترض أن هذه أمور، وإن كانت مثالا يعني ليست كل شيء وليست هذه الوزارة الوحيدة اللي تم فيها تعديل، لكن بالتأكيد أن هذا أخذ في الاعتبار وبحث بطبيعة الحال، لابد أن يكون تم في عهد الوزير السابق. صحيح، يعني بمعنى انه الدكتور رضا حجازي اكيد هيكمل الحاجات الايجابيه اللي حطها الدكتور طارق الشوقي في منظومه تطوير التعليم، ودي استراتيجيه كانت اعلنتها الدوله، واكيد كان هناك بعض السلبيات التي كانت مسار اعتراض من اولياء الامور او من خبراء التعليم، اكيد هيتم الاستماع اليها ومراجعتها، وده اللي احنا نتمنى ان نبني على ما نتحقق، وخاصه انه ده ملف من احد الملفات الاساسيه في التنميه المستدامه لاي شعب، الصحه والتعليم، فاحنا نريد ان نقطع شوطا كبيرا في هذا الملف، ولكن بالاستماع الى السلبيات بمعالجتها سريعا بان نسير على ما تحقق من إنجازات. يعني أصبح لدينا بنك معرفة، سهولة الحصول على المعلومات للطلبة، تطوير نظام الامتحانات، تطوير المناهج اللي تم في رابعة ابتدائي وغيره، لكن هناك بعض السلبيات على الوزير الجديد أن يعالجها سريعا علشان نوصل في الآخر أنه الهدف الأسمى وهو تطوير منظومة التعليم وتحقيق يعني تعليم وجودة التعليم طليق بالشعب المصري، وبتخرج لنا في الآخر طالب مش حافظ لكن طالب فاهم مستجيب مع متطلبات العصر. ده الهدف الأسمى لنا كلنا في الآخر. في مثل هذا الاجتماع الذي شاهدناه بعد أداء اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، بالتأكيد هناك تكون تكليفات واضحة للوزراء الجدد، نتصور أن الكثير منها يعني نعلمه وربما يعني حتى ذكر مباشرة، ولكن في تصور حضرتك المدى الزمني الذي يمكن أن نرى فيه تغيرات على الأرض الواقع بالنسبة لهذه الوزارات، لأن هذا تعديل كبير، ليس وزير ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هذا عدد كبير من الحقائب، ومنها حقائب تدخل في صميم الحياة اليومية للمصريين. صحيح، هو طبعا احنا يعني مثلا في وزارات ذات صلة وثيقة بحياة الناس زي التعليم، زي الصحة، زي حتى التجارة والصناعة، دي التكلفات دايما بتكون انه لابد ان الوزير يكون له جدول زمني لتحقيق ما يطلب منه. يعني مثلا احنا عندنا مشكلة دايما في مصر انه بنتكلم عن ان احنا كلنا عارفين انه في مشكلة في التراخيص في الاراضي الصناعية ومنحها، والوزيرة الفاتت كانت شغالة على هذا الموضوع، لكن المفترض ان احنا نشتغل باستراتيجية قائمة على جدول زمني، امتى اقدر انهي الملف ده وامتى هنجزه. يعني الوزير اللي جاي عارف المشاكل والوزيره اللي قبل كده عارفه المشاكل، لكن تحقيق الانجاز بيكون في قد ايه وقت، ده المهم. انت حضرتك عارف برضو المشاكل في قطاع الصحه سواء في المستشفيات العامه، احنا كان عندنا انجاز في المبادرات الرئاسيه اللي تمت في قطاع الصحه سواء مبادره 100 مليون صحه او غيرها، ودي كلها كانت ماشيه كويس، لكن في بعض المشاكل الثانيه زي منظومه التامين الصحي هتكمل لكل المحافظات بشكل اسرع ازاي، منظومه تطوير المستشفيات الحكوميه، قضاء على قوائم الانتظار كان فيها شوط كبير جدا وتم قطعه، هل ده كله بقى ازاي هيتم علاجه؟ ان الوزير يكون عنده جدول زمني للتنفيذ والتطوير. لكن لو اشتغلنا بدون جدول زمني على مشاكل، هتفضل المشاكل الجديدة تورث للوزير القادم والوزير الذي يخلفه وهكذا. فالأهم أن يكون هناك جدول زمني للتنفيذ، وطبعا هناك مجلس وزراء وهناك رئيس وزراء بيتابع الملفات، ويكون في تقييم بصفة مستمرة لنسب الإنجاز اللي بيحققها كل وزير. زي ما الوزير بيعمل مشروع بيكون في نسب إنجاز، برضو الوزير نفسه مطلوب منه أن يحاسب على نسب الإنجاز في الملفات المسندة إليه في وزارته. وماذا عن الاختيارات للوزارات التي لها طابع اقتصادي أو تدخل ضمن وزارات المجموعة الاقتصادية؟ هنا الاختيار أو فلسفة الدولة في اختيار هذه الأسماء تحديدا، ربما ماذا تبحث الدولة عنه في هذه الدماء الجديدة التي ضختها في الوزارة؟ هو طبعا يعني التغيير في المجموعة الاقتصادية كان محدود شوية، لأن احنا ما شفناش غير تغيير في وزير الاستثمار، وزير التجارة والصناعة، لكن حتى وزير قطاع الأعمال العام لا يحسب على المجموعة الاقتصادية. المجموعة الاقتصادية بتشمل وزارة المالية والتجارة والصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار، لكن ربما ملف التجارة والصناعة ملف مهم جدا جدا للدولة، لأنه بتواجه فيه تحديات كبيرة جدا، خاصة فيما يتعلق مسألة الاستيراد والتصدير. احنا عندنا مشكلة في ظل الضغط على العملة الأجنبية بالاستيراد من الخارج، مفترض ان الوزير الجديد يبذل جهود كبيرة جدا عشان يزود الصادرات المصرية للخارج التي لا تليق بدولة فيها 100 مليون متنوعة الموارد زي مصر،
لابد ان هو يقضي على العقبات الموجوده واللي بتقف حاليا يعني عائقا امام التصدير للخارج، ملف التراخيص للاراضي الصناعيه. اعتقد انه ده من احد الملفات المهم، هو والاستثمار. نعم. يعني البحث عن المستثمر الاجنبي ودخول وجذب شركات اجنبيه ضخمه وشركات عالميه الى مصر، ده ملف مهم جدا. واعتقد ان رئيس الوزراء وما زال بيتولى الاشراف على هذا الملف نفسه، لان احنا لم نشهد فيها التعديل الجديد اعلان وزير للاستثمار، وما زال رئيس الوزراء هو اللي بيشرف على وزاره الاستثمار بنفسه، بالاضافه الى الهيئه العامه للاستثمار. اذا وزاره التجاره والصناعه لها دور مهم جدا في الملفات اللي ذكرناها، بالاضافه الى العمل مع المجموعه الاقتصاديه سواء الماليه او احنا شفنا طبعا ان البنك المركزي في الفتره الماضيه خد مجموعه من القرارات الخاصه بسعر الفائده ورفعها تجاوبا مع القرارات اللي خدها الفدرالي الامريكي، لكن قرارات الفائده بس لا تكون كفيله لتحريك عجله الاقتصاد. اللي بيحرك عجله الاقتصاد عشان تقضي على عشان تواجه التضخم وتواجه المشكلات الاقتصاديه الكبيره اللي موجوده في حاليا واللي متاثرين بيها او مصدره الينا من الخارج في ظل ازمه كورونا او ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه. نعم. لابد ان يكون في سياسات ماليه متسقه مع السياسات النقديه قائمه على زياده التصدير، خفض معدلات الاستيراد من الخارج، زياده الاستثمارات الاجنبيه المباشره، ارتفاع معدلات النمو وزياده التشغيل. كل ده اعتقد مطلوب ان يكون يعني ده الملف الاولى للحكومه والمجموعه الاقتصاديه انها تعمل عليه خلال الفتره القادمه. هل عاده مع تغيير الوزارات يكون هناك تغيير لاحق او تغيير مرتبط بتغيير الافراد، انه ربما لديكم فرصه، لديكم يد مطلقه في بعض الملفات، بمعنى ان الدوله تعطي ضوء اخضر لوزراء جدد كل في مجاله لانجاز موضوعات معينه او حتى لابتكار اليات او منظومات جديده داخل اطار الوزاره، ام ان بالضروره يعني المنطلقات الاساسيه تسير بشكل ثابت ولا يمكن المساس بها؟ هذا متفقين عليه، ولكن يعني لا تكون هناك هذه المساحه من الحركه. هو يعني احنا بس بنقول وبناكد على كلام حضرتك في فكره انه انت دلوقتي اصبحت في عالم سريع الحركه. نعم. سريع التاثر، سريع التاثير. انت دلوقتي ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت عليك بشكل كبير جدا، رفعت الاسعار في كل العالم، قبلها ازمه كورونا رفعت الاسعار وعملت ازمه تضخم وركود في كل العالم، فبالتالي المفروض ان الوزراء الجدد دول يكون لديهم سرعه في التحرك، يعني معروف انه المشاكل كلنا ممكن نكون عارفينها. يعني اي حد في قطاع الصناعه هيقول لك مشاكل قطاع الصناعه، اي حد في التعليم خبير او ولي امر ممكن يرصد لك المشاكل، لكن اهم حاجه سرعه التحرك، لازم تكون انت سريع التحرك علشان تقدر تواجه التحديات الكبيره اللي بتجي لك من بره او من الداخل او من الخارج، فبالتالي الوزير لابد انه يكون مش بس لديه القدره على الابتكار زي ما حضرتك اشرت، ولا القدره ان هو يبتكر حلول جديده، لا السرعه والتحرك السريع في حلها، انه يكون متواكب مع التغييرات اللي بتحصل بسرعه، شايفين اسعار الطاقه حصل فيها ايه؟ شايفين اسعار السلع الاساسيه حصل فيها ايه في العالم كله، شايفين التاثير المباشر للحرب الروسيه الاوكرانيه، شايفين اسعار الفايده واللي بيحصل فيها رفع زياده الاسعار، فبالتالي انت الحل اللي هتاخده في اسبوع قبل كده محتاج تاخده في يوم دلوقتي، ففكره سرعه التحرك وان الوزير يكون مش لديه بس يد مطلقه، لديه سرعه في التفكير وسرعه في اتخاذ القرار. نعم. ما نفضلش نتكلم في لجنه ولجنه تعرض على لجنه واللجنه تدرس وبعد كده عندك مشكله في التراخيص في الاراضي الصناعيه لازم تحلها في فتره وجيزه وبسرعه عشان اقدر اخلي الناس تقدر تقيم مصانع، تقدر تشغل عماله. عندي مشكله في التصدير لازم احلها، ما اقعدش شهرين احلها، لا اشوف ايه اللي عائق هنا. عندي صناعات انا عايزه مسانده او دعم، لازم اشوف استمع بسرعه الى المستثمرين او المصنعين واخد ارائهم وابدا احل واعرض على رئيس الوزراء وعلى الحكومه لحل هذه المشاكل. فبالتالي احنا زي ما ذكرنا في البدايه انه كما ان المشاكل اصبحت سريعه التاثير فلا بد ان يكون التحرك اسرع من هذه المشاكل. أنا أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم الأستاذ منصور كامل الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بجريدة الأخبار. شكرا جزيلا شكرا منصور. مشاهدينا الكرام انتهى هذا الحوار، زميلتي شيرين القشيري تستعد الآن لتوافي حضراتكم بموجز لأهم وآخر الأنباء، ومن بعده مستمرون مع حضراتكم في من القاهرة.